تجيب موني امشي امين مره تانيه لعقلك يا اللي فاقد عقلك مره تانيه مره تانيه اه اول ما البن بيحمر تلاقيه بيظهر وكل ما تزود الكميه تلاقي العدد بيكتر فلما عقلك يخضر بعد نظرك يصغر تلاقيهم بيقلوا قبل ما عمر الليل يقصر كانهم خفيش مصاصين الجيوب اليوم عندهم مقلوب هدفهم شخص مقلوب تعبان ومخنوق عاجز يفك ويفوق فيخلوا القناه اللي بتعرض شفت حياته تشوش لما يدوق المخدر العصبي وفي السماء يهلوس لوحده وبتاثير جاذبيه الواقع بيهبط تاني على مشاكله فهو مفيش بل من المجامله ولما لما تملى لكن مهائل من السلبية حواليك يخليك مش انت جوع جمجمة للجرعة اكبر رهن الجنون بظهور الملفوف تشوف احسن ابتسامة في الكون ويستقر الادرينالين وتحر الزون وعادة زيت العين عن نجوم تعمل زون كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش الناس بتشرب تخرب وانا بشرب بفوق كل ما اشرب اكتر افكر اكتر اقوم مخلوق بطلت اتعامل بالسوق وداني بلفظها في ايديك خمس صوابع خير الامور اوسطها ده مش كلام سيجاره وكاس او سطر كوك على روح ازاز عشان بشم بروب مدافع هتلاقيني بدوب فرصات مستكة تمول ترمى دول تدي دول او تدي من دول مش معقول تكون مسطول على طول وتعقد المحلول كيف مناوله مش مقاوله زي العملات المتداوله شده شده باصه احلى من اعدام اسير في جوله خد كمان محاوله بس بلاش تقول دماغي اولى تقول صنعه يعني تتقل تتكيف قانون الدوله والاتجاه شوف نوعك فين لازم تلقاها اهم حاجه بينك من نفسك تسيطر على الحياه نصيحتي ليك يا صاحبي خلي معاك دايما اشياءك خليك قريب من اصحابك واقرب لاعدائك كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش كل النصايح بتوصل لك بالعكس بطيء ما بترجمش غير الهلس ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش عارفين مين ما تجيبهاش ما ترولهاش ما تولعهاش ما تباصيهاش ناس بتشرب تخرب وانا بشرب بفوق كل ما اشرب اكتر افكر اكتر اقوم مخلوق جوع الجمجمه للجرعه اكبر رهن الجنون بظهور الملفوف تشوف احسن ابتسامه في الكون ايماني امسي امين صباح الفل يا جدعان ما تولعهاش ما تباصيهاش